عقدت اللجنة الصحية البرلمانية في مجلس الأمة اجتماعها بحضور وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا وعدد من المسؤولين بالوزارة. وأكد النائب يوسف الفضالة أن اللجنة بحثت عددا من الملفات المهمة بما فيها الموافقة على إنشاء مختبرات في المراكز الحدودية لفحص المواد الغذائية المستوردة إلى جانب القضايا المطروحة على الصحة. اليوم عندنا اجتماع اللجنة الصحية وهي في مناقشة قانونين موجودين الآن على جدول أعمال الجلسة، واللي هو قانون إنشاء المختبرات على المراكز الحدودية، المختبرات الطبية. والحمد لله انتهينا من التقرير على أن يكون تصويت على بنودة إن شاء الله في الاجتماع القادم. وأيضا كان لدينا التقرير والقانون الخاص بالصحة النفسية، وايضا كذلك انتهينا من التقرير وراح يكون ايضا تصويت على مواده في الجلسه القادمه. ومن ثم حقيقه تطرقنا في بند ما يستجد من اعمال مع الاخوه في الوزاره وكيل وزاره الصحه الدكتور مصطفى رضا وايضا بقيه اركان الوزاره عما اثير في اليومين اللي فاتوا حسب ما تم تناقله في احدى الصحف اليوميه، اللي هو يعني كفانا الله واياكم، اللي هو موضوع الجرب المنتشر. وأكد لنا وكيل وزارة أن المعلومات عارية عن الصحة